الله وبركاته. مرسوم أميري بتعيين الشيخ مبارك الفيصل رئيسا للديوان الأميري بدرجة وزير. صدر مرسوم أميري بتاريخ أمس الموافق 12 من الشهر الجاري يقضي بتعيين الشيخ مبارك فيصل سعود الصباح رئيسا للديوان الأميري بدرجة وزير. وجاء في المرسوم على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره وهو 12 أكتوبر 2020.